من هذه الضوابط أنه ما يتحدث إلا من كان أهلا، وإلا الذي يشكى منهم في الأسواق يحصل فيه في المساجد. ثم ذلك من الضوابط أيضا أن الإنسان ما يجرح في كلامه، ما يذكر الأشخاص، ما يذكر القبائل، ما يذكر الشعوب. ولذلك يعني أنا من قديم أقول لابد أن تكون هناك لجنة، لجنة من علماء موثوقين. والله كل من أراد أن يتكلم في المساجد أو في الأسواق أو في غيرها يمر بهذه اللجنة، من أجل بعد ذلك يعطى رخصة يتكلم بها أو يقال له لا أنت ما تصلح. محمد أحمد عبد الله. نعم. إحنا طبعا معروف التصوف زمان بيجي بيقول لك الشيخ دي الجنة والشيخ دي الرزق، وكنا جارين ورا الشغلة دي، لبسنا الحجابات وعملنا وعملنا. كان ما في وعي وما في ثقافة. الشباب ديل ما شاء الله صغفونا وطلعونا من المأزق اللي كنا فيه ده، وناس رجال يعني الشيء اللي بيعملوه ده ما عملية بتاعت أي زول إلا زول راجل، لأنه معرضين لمخاطر. فكونه زول يعرض نفسه لمخاطر ويجي ينغزك دي قمة الرجالة. أوكي، بعدين الشيء الثاني اللي بريحك إنه بديك دليل وبرهان. يعني لما تتكلم معاه كده ما بديك كلام ساكت من راسه ولا كده، بديك كلام بدليل وبرهان. الزول بديك دليل برهان ده ما خلاص اقنعك. ثاني في شنو اللي هو احمد ده 60 سنه هنا ما بيقدر يديك، ولا اخوان المسلمين ولا شيخ ادم ولا عبد الحي يوسف ولا سجم ولا رماد ما قدروا يعملوا لنا حاجه. احنا بنحيي الشباب ديل ونقول لهم ربنا يقويكم، وانتم غايتوا قمه الرجاله وقمه الفروسيه. وشكرا. نحترم رايك. نتعرف عليك. الخزين جبار عبد الكريم، اول هذه الحلقات تقوم على التوحيد والنهي عن الشرك، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فحلقة التوحيد والله ناس كتار استفادوا من هذه الحلقة، وكانوا في ناس من كان في ناس بيعملوا مشاكل عديل، لكن أما نسمع الحق ويسمع التوحيد بيمش في الأخير. تاني شنو بيجي وأنا ذاتي قدامك، أنا ذاتي كنت صوفي والله يعني. حتى تفطى بالجباب والأضرحة، لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هداني إلى الحق والطريق المستقيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الناس إلى الحق والطريق المستقيم، وجزاك الله خير. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.